عندي كلمة إلى كافة السياسيين اللي تهمهم مصلحة البلد. وجود داعش بالأنبار تهديد أمني لكل البلد، والخوف أنه اللي يحصل واللي حصل بالموصل والأنبار يمكن يحصل بمحافظة ثانية لا سامح الله. والنوب للأسف ماكو واحد يتحاسب ولا واحد يتعاتب، لأن واحد يذبها براس الثاني. يعني لوين تودينا نزاعاتكم أنتم؟ أنتم مأمنين على نفسكم وبعضكم مواقع مهمة بالدولة. والله هذا الأفندي الموقع مهم بالدولة رايح لي مؤتمر صاله 3 أيام، والبلد محروق حرق. وأريد أشكر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، لأن لغوا الزيارة المهمة كانت، لأن أحداث الأنبار خطرة والوضع صعب بالعراق. ما عندنا سبيل إلا التكاتف والدفاع عن الوطن والناس. وين الأصلاء من أبناء العراق؟ بطولاتكم تشهد. يا ما فرحتم الناس، يا ما فرحتم الناس بانتصاراتكم. شدوا الحيل وتوكلوا على الله، توكلوا على الله. عدوكم ضعيف وأنتم أصحاب الحق، واتركوا كل كلام يعيق تقدمكم. باشر عقبة التاريخ ما يقول أكو خلاف، يقول عافوا العراق بيد داعش. وهاي مشكلة ومصيبة من التاريخ يسجل لنا هذا الشيء. بنصركم راح تسكت أو يسكت كل طائفي، وكل واحد يدخل ضد مصلحة البلد. وأنتوا أيها الأبطال الشجعان الله معاكم، وقلوبنا معاكم، ودعائنا إلكم. وإن شاء الله إن شاء الله تتحرر الأنبار والموصل وكل مدن العراق، تصبحون على وطن منتصر. في أمان الله.